Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, machna torsor dynamique. Donc, on va relation entre les torsors cinétiques et les torsors dynamiques. Alors, je vais dire la relation entre les deux torsors parce qu'on a le tamarin de la mécanique. Il y a toujours un trabti. Donc, il y a une mécanique. Donc, dis moi qu'il y a une sécile de l'ASL qui est un trabti. Je vais te dire la question. Le premier, je vais te dire la question deuxième. Donc, on va dire la relation. بزاف في الاكزامان كيكون عندك مثلا تورسور سينيتيك وكيكون طالبين منك لي تورسور ديناميك دونك انت الا كنتي عارفه هاد الغولاسيون اللي كيربطو ما بين تورسور سينيتيك و تورسور ديناميك غيسهل عليك الخدمه بزاف وغتوفر عليك الوقت في الاكزام سينيتيك او اي لو تورسور ديناميك اول حاجه غنشوفو مادام انه عندنا تورسور كيتكون من لي مومون و لي ريزولطون غنشوفو الغلاسيون اونتر لي ريزولطون يعني غلاسيون اونتر فهاد الحاله هي الكونتيتي دو موفمون ديال اس بارابور ا ار و لي ريزولطون ديال تورسور سينيتيك اي لو كونتيتي ديال لاكسيليراسيون و لي ريزولطون ديال تورسور ديناميك حنا شنو كنعرفو كنعرفو بلي بي ديال اس واخا هادي فيت لي شرت ليها في الفيديو اللي قبل ولكن معليش حنا نعاودو ديال ام فوا في ديال جي بارابور ا ار دونك افيك ان جي هي السونتر دينيرسي الا درنا ديريفي ديال كونتيتي دو موفمون ديال اس بارابور ا ديال تي بارابور ا ار يعني الا نزاود بارابور ا ار يعني الروبير انت فاش كديريفي ايكال ام غتخرج من الديريفي باسكو ان ام كونستانت انديبون دو طون هي دي ديال في ديال جي بارابور ار سور دي دو تي وهادي شناهي هادي شناهي ام في لاكسيليراسيون ديال جي بارابور ار ماشي بارابور ار مزيان دونك هادي شناهي هادي ما هي الا التعبير ديال كونتيتي ديال كونتيتي ديال اكسيليراسيون يعني في النهاية غشي غيساوي لنا أ ديال إس بارابوغ إر دونك غنسنتجو بلي كونتيتي ديال أكسيليراسيون إس ما هي إلا ديغيفي ديال كونتيتي دو موفمون ديال إس بارابوغ إر سور دو تي شاشي بارابوغ إر مزيان دونك نتا إلا كنتي في ليكزارسيس كتخدم أو ديجا فايت ليك حسبتي كونتيتي دو موفمون وطلبو منك الكونتيتي ديال أكسيليراسيون أو طلبو منك الريزولتون ديال تورسور ديناميك ديريكتومون غنمشي ديال ديغيفي وغيخرج لك بلا ما تمشي تقلب على التعبير ديال أ سي وتحسب فيه مزيان هنايا درنا الغولاسيون اونتخ لي ريزولتون دروك غنشوفو اونتخ لي مومون عندنا الغولاسيون اونتخ لي مومون في لو بوان أ سينيتيك ديال إس بارابوغ إر إي لو مومون ديناميك في لو بوان أ ديال إس بارابوغ إر وهنا سيغما ديال أ ديال إس بارابوغ إر ما هي إلا لانتيغرال ديال أ إم أفيك أن إم أبارتومون إس فيكتوريال في ديال إم par rapport à R dit de M. هنا كنعرفو واحد الحاجة كنعرفو بلي A M يدرنا علاقة شر هي A O plus O M دونك إلا درت ديغيفي ديال هادي سيغ دي دو تي و درت ديغيفي ديال هادي سيغ دي دو تي و درت ديغيفي ديال هادي سيغ دي دو تي هادي غتعطيني هي الفيتاس ديال M par rapport à R وهادي غادي تعطيني موان مع الا بغيت نرد خصني نرد هادي خصني نقلب هاد المتجه هادي ولا قلبتها غتولي عندي هي موان او ا هي موان في ديال ا بارابور ا ار مزيان ناخذ هادي على جنب ونحسبو ديريفي سور تي دو تي ديال سيغما ديال ا اس بارابور ا ار بارابور ا ار كلشي هي لانتيغرال ديال ديريفي ديال ا ام سور دي دو تي M appartement S vectoriel V ديال M par rapport à R D de M plus l'intégrale ديال A M vectoriel ديال V ديال
VM سجن بغابو غائر كوش هالشي دي دو ام. هنا شدرت عندك الانتيغر دخلت الاشتقاق على التعبير ديال الاكسبيريونس ديال لومو سينيتيك باش كندخل عليه. راه هي عندك هذه هي اف بريم فيكتوريال جي ايغال بلوس اف فيكتوريال جي بريم. يعني مجرد تطبيق القاعده ديال ديريفاسيون في البرودوي فيكتوريال. مزيان غير غنعوض هذه بالقيمه ديال اللي كنت قلت لكم انايا. انا قلت لكم غير تحتاج ليها هي هذه هي في في ام بارابور ا ار موان في ا بارابور ا ار. دونك غنولي نجي ديريفي سور دي دو تي ديال المومون سينيتيك اس بارابور ا ار ايغال اش هي لانتيغرال ديال في ام بارابور ا ار. نديرو ام ابورت موان اس موان في ديال ا بارابور ا ار كوش هادشي فيكتوريال في ديال ام بارابور ا ار دي دو ام بلوس. هذا شنو هو؟ هذا هو لانتيغرال ديال ام بارابور موان اس ديال ا ام فيكتوريال لاكسيليراسيون ديال ام ديريفي ديال فيتاس هي لاكسيليراسيون سور فوا دي دو ام. وهذا شنو هو التعبير؟ هذا التعبير بكل بساطة هو التعبير ديال لو مومون ديناميك في لي بوان ا. يعني هذا هو دلتا ا ديال اس بارابور ا ار. يعني هذا هو لو مومون ديناميك في لي بوان ا. اش غيولي هنا التعبير كيساوي دي ريفي سور دي دو تي ديال لو مومون سينيتيك اس بارابور ا ار. هنا في ديال ام فيكتوريال في ديال ام زيرو حيتاش اي فيكتوريال اي يقال زيرو. دونك هنايا غيبقى عندنا هي هادي فيكتوريال هادي. دونك مادام ان ا متعلقاش بلا ماس دونك هاد ا قدر يخرج من الانتيغرال. قريولي عندي هي موان في ديال ا بارابوغ ا ار لانتيغرال ديال في فيكتوريال طبعا لانتيغرال ديال في ديال ام بارابوغ ا ار دي دو ام ام ابارتو موان اس بلوس دالتا ديال ا اس بارابوغ ا ار. هادي شناهي؟ هذا هو التعبير ديال كونتيتي دو موفمون ديال اس بارابوغ ا ار. هاد التعبير كلو هو التعبير ديال كونتيتي دو موفمون. دونك غيولي عندي التعبير ديال دي سور دي تي ديال سيغما ا اس بارابوغ ا ار هو اش هو موان في ا بارابوغ ا ار فيكتوريال كونتيتي دو موفمون ديال اس ار بلوس دالتا ديال ا اس بارابوغ ا ار. مزيان دونك هنا غنجيو غنستنتجو التعبير ديريكتومون ديال ولي كيمثل لنا الغولاسيون ما بين لو مومون ديناميك و لو مومون سينيتيك ديال اس بارابوغ ا ار في لا ميم بوان. اتونسيون لا ميم بوان. يعني فاش كنهضروا على الريزلتون انديبون دو بوان يعني ما كتعلقش بلي بوان ولكن فاش كنهضروا على المومون كيتعلق بلي بوان. يا ديريفي ديال سيغما ا بارابوغ ا ار بلوس. علاش؟ حيتاش الا رضينا هذا لهنا غيتحول غيولي بلوس بلوس في ديال ا بارابوغ ار فيكتوريال ام في جي بارابوغ ار. علاش؟ حيتاش ان عندنا الكونتيتي دو موفمون لي بي ما هي الا ام فيتاس ديال جي بارابوغ ار. مزيان دونك هادي هي الغولاسيون اللي كاينه عندنا. هادي هي الغولاسيون اللي كتربط لينا ما بين المومون ديال التورسور ديناميك و المومون ديال التورسور سينيتيك. الا كان عندنا ديجا حسبنا في التمرين التورسور ديال سينيتيك ممكن نستنتجو من هاد العلاقة هادي ونخرجو تورسور ديناميك. وكاين عندنا حالات خاصة سي هادي طونسيون دابا في اي اكزارسيس كيما بغا يكون غترد لولها واش ا
في اكس في ار ولا لا؟ علاش؟ حيتاش الا كانت عندك افيكس في ار سهل عليكم بزاف ديال الحساب، غيولي هاد العلاقه هادي فاش غتكون افيكس في ار. دونك في ديال ا سيغ يعني هنايا اشنا هي في ديال ا؟ هي ديريفي ديال او ا سيغ دي دو تي بارابور ا ار. افيكس في ار دونك هادشي كيمشي للزيرو، يعني هاد لو تيرم هذا كلشي غيمشي للزيرو، غيولي عندي لو مومون ديناميك في بوان ا ديال اس بارابور ا ار ما هو الا ديريفي سيغ دي دو تي ديال مومون سينيتيك ديال اس بارابور ا ار. بسيطة. دونك ديك الساعة غيولي عندك شناهو المومون ديناميك، غتمشي دير ديريفي ديال مومون سينيتيك الا ديجا فايت ليك حسبتيه بليكزارسيس. تاني حاجة غتسول على راسك واسي واش ا كونفوندي مع جي ولا لا. الا كان ا كونفوندي مع جي كيعني بلي مثلا هاد التعبير هذا لهنا نقدروا نكتبوا هادي غتولي هنا هي في ديال جي بارابور ار فيكتوريال ام في في ديال جي بارابور ار. ويلا كانت عندنا اي فيكتوريال او اش كتعني؟ كتعني زيرو. حيتاش شنو هو البرودوي فيكتوريال؟ البرودوي فيكتوريال هي هو واحد الفيكتور عمودي على داك البلون اللي كيشكل لنا دو لي فيكتور قبل. يعني عندنا اي و اي منطلقين، دونك اشنا هو البلون اللي ممكن يكون، اشنا هو الفيكتور اللي ممكن تكون عمودية عليهم؟ نيل. علاش؟ حيتاش عندك اي فيكتوريال اي الا كنا غنحسبوها كاع نعطيها لكم بالمنطق غنديرها لكم هندسيا و او ميم طون حسابيا. دابا عندك اي فيكتوريال يعني ان اي ممكن تكون متوازية مع اي، يعني ان اي متوازية مع اي ولا مطابقة مع ار، مطابقين هي متوازيين. اشنا هي كيفاش غتكون ممكن تكون عندنا واحد الفيكتور عمودي عليهم بجوج؟ ممكن تكون عندنا فيكتور عمودي عليهم بجوج الا كانوا كيتلاقاو لينا في واحد البوان مثلا، وهاديك هي اللي كتعطينا واحد البلون. هادو واش كيشكل لنا شي بلون؟ لا، داكشي علاش زيرو. ولا جينا نشوفوها حسابيا عندك اي فيكتوريال اي هي اش؟ هي لا نورم ديال اي فوا لا نورم ديال اي فوا سينيس الزاويه اللي بيناتهم. وشنو هي الزاويه اللي بيناتهم؟ جوج الحالات، الا كانوا متوازيين الزاويه اللي بيناتهم هي زيرو، وفي هذه الحاله السينس ديال زيرو ايغال زيرو. والا كانوا منطابقين يعني كولينير، دونك الزاويه اللي بيناتهم هي بي، و بي و سينيس ديال بي ايغال زيرو. يعني في كل الاحوال هادشي غيعطينا المتجه فيكتور نيل. داكشي علاش ان هاد لو تيرم هادي اللي درنا الا كانت عندنا ا كونفوندي جي، يعني ان الفيتيس ديال جي بارابور ا ار فيكتوريال جي بارابور ا ار ايغال زيرو. دونك هاد لو تيرم غيمشي زيرو، غيبقى عندنا في هاد الحاله هادي دلتا ديال ا او لو مومون ديناميك في لي بوان ا هي اش؟ هي الديريفي ديال لو مومون سينيتيك و بوان ا بارابور ا ار. تاني اتونسيون راه كتلاحظوا لو بوان ا لو بوان ا، يعني ماشي البوان ا وشي حاجه اخرى. اتونسيون ديما في الميم بوان، يعني الا بغيتي دير غولاسيون ما بين اونتر لي دو تورسور كتركز انك كتهضر على نفس لي بوان. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شونس.